استأذن سيادتك دولة الرئيس إلى عرض مشروع التنمية البشرية، وأيضا إلقاء الضوء على المبادرة التي نحن في صدد إطلاقها اليوم. المشروع القومي يا فندم هو الحقيقة هو الغطاء الأعلى أو التشريع الأكبر لمبادرة بداية اللي احنا بنطلقها اليوم تحت رعاية كريمة وتوجيه من السيد الرئيس. التنمية البشرية ورأس المال البشري هو رحلة الإنسان وتحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التعليم والصحة وتوفير الحياة الكريمة عن طريق توسيع القدرات وتنمية المهارات وخياراته في الحياة، وتحسين جودة الرعاية الصحية وتنمية المعرفة وبناء المهارات والكفاءات، مما يعزز التمكين للفرد والازدهار الجماعي، وهذا يؤدي إلى التنمية الاقتصادية. محاور ومرجعيات التي اعتمدنا عليها في مشروع القومي للتنمية البشرية أنا وزمايلي في المجموعة الوزارية كانت عن تقرير التنمية البشرية الذي صدر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في سنة 21 بالتعاون مع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكان بعد فترة توقف دامت 10 سنوات. أيضا اعتمدنا على التقرير المقدم من البرنامج الأمم المتحدة سنة 23 والبنك الدولي في الهيومن كابيتال إندكس سنة 2020. المحاور الخاصة بالتنمية البشرية بتتمحور حول 7 محاور رئيسية، وهي نظام صحي يشمل الجميع، وتعليم أفضل، وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، مع تنمية عمرانية وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، واعتبار الشباب شركاء المستقبل وقادة الغد، وتمكين المرأة وتعزيز التكافؤ والفرص بين جميع المجالات. إذا نظرنا إلى مشروع التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية، أتصور أن جناحي التنمية في الدولة المصرية بعد تكليف السيد الرئيس لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية ونائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية هما جناحين يرتبطوا ببعض ارتباطا وثيق. اعتبر العالم أن التنمية البشرية هي جزء أساسي وفاعل في التنمية الاقتصادية. الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان يؤدي إلى زيادة من فرص التدريب والتعليم والفرص المهنية، ثم يؤدي إلى تعزيز مهارات الأفراد، وهؤلاء الأفراد هم من يحسنون الإنتاج، وبالتالي يتم تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. إذن التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية هما عاملان أساسيان في رفع النمو والاقتصاد القومي.